بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنواصل حيث توقفنا في الدرس الماضي. قمنا بإنشاء ديف ونسقناه على شكل مربع. اليوم سنتكلم عن خاصية البوردر راديوس. البوردر راديوس كما رأينا في الدرس الماضي قمنا بتجربتها، كتبنا بوردر راديوس بيكسل، كما قلنا تؤثر على الحواف بهذا الشكل. لو وضعنا 20 بيكسل ستزيد بهذا الشكل. لو وضعنا 50 بيكسل ستزيد أكثر. لو وضعنا 100 بيكسل هذه أقصى قيمة، هنا سنحصل على دائرة أو على قرص. لو كتبنا أكثر من 100 ليست هناك قيمة أكثر من 100 بيكسل، 120 بيكسل كما ترى دائما نحصل على دائرة، أقصى قيمة هي 100 بيكسل. سنعود إلى 100 بيكسل. يمكن أن نكتب، أن نحدد جهة واحدة من هذه الجهات، نكتب border top left radius، أو نكتب border top right radius، أو نكتب border bottom left radius، أو نكتب border bottom right radius. سنكتبها جميعا هنا. سنكتب هنا border top right border top الأعلى اليمين control s، سنحصل على هذا الشكل. طبق البوردر راديوس فقط الجهات الأعلى في اليمين. سأكرر هذا الكود وسأغير top إلى left، ليس top عفوا، سأغير right إلى left. دائما في الأعلى سيضع البوردر راديوس أيضا هنا. سنحصل على هذا الشكل. سأكرر هنا، سأضع هنا bottom هي top، يعني في هذه الجهة bottom right، سيضع البوردر راديوس هنا. سنحصل على هذا الشكل. سأكرر مرة أخرى وسأضع أيضا بوتوم هنا والتوب، وهنا سأضع ليفت. هنا سيعود شكل الدائرة. عندما أكتب هذه الخواص الأربعة بنفس القيمة، فكأنني أكتب border radius جميع الجهات 100 بيكسل. نفس النتيجة. إذن يمكن تحديده لجهة دون أخرى، ويمكن تحديده لكل جهة بقيمة مختلفة. هذا يختلف من تصميم إلى آخر. يمكن أيضا أن نستخدم الـ EM. لو استخدمنا الـ EM هنا، واحد EM هو البيكسل EM، واحد EM هنا يعني 16 بيكسل، نحصل على هذا الشكل.
بشكل، لو وضعنا مثلا هنا 16 بكسل ستكون نفس النتيجة، ستكون نفس النتيجة كما ترى. ريفريش لم يتغير شيء. لو وضعنا 2 AM ستكون 32 بكسل. كما ترى ازداد البوردر راديوس. يمكن أيضا استخدام البورسنتاج. لو وضعنا مثلا 10% ريفريش، هذه هي النتيجة. يمكن وضع 20%، ستكون نتيجة مختلفة. لو وضعنا 50% سنحصل أيضا على دائرة. 50% سنحصل أيضا على دائرة أو قرص. إذا هذه هي خاصية البوردر راديوس. الدرس القادم سنتكلم عن خاصية البوكس شادو. في انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.